السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كتب الورقة مزيان. مع الباري مع الباري. الله يخليك محمد، قولوا لي واش كتب الورقة مزيان وبارطاجيو اللايف مع الأصدقاء ديالكم. لا تنميت ولا تشي تحت شجوة. أهلا، كي دايرين؟ لاباس بخير. هادي تفيكسا شد معاك. شوفوا كلشي كيبان مزيان، كتب الورقة مزيان. كاينة بارطاجيو اللايف باش اللي باقي مازال ما دخلش اللايف يدخل باش نبداو. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو مع هاد الشابيتر الثانيه اللي هي السينيماتيك، سينيماتيك دو بوان ماتيريال، باش ان شاء الله من بعد غادي نخدموا لي زيكزيرسيس ديال هاد الشابيتر هادي. صافي، ديال السينيماتيك. اول حاجه نعطيكم واحد البلون شنو غادي نخدموا دابا، يعني في هاد اللايف هذا.
نعطيكم غير واحد الكلو غادي نكتبوه هنايا. غادي نهضرو في السينيماتيك. اول حاجه ديفينيسيون ديال السينيماتيك، شنو هي السينيماتيك؟ ديفينيسيون، شنو هو الديفينيسيون ديال السينيماتيك؟ من بعد غادي نهضرو شنو هو ريفيرونسيال، و ابخي غادي نختموها بالفيكتور فيتيس و اكسيليراسيون، هما اللي مهمين. فيكتور فيتيس، كاينه بوزيسيون، نديرو بوزيسيون، فيكتور بوزيسيون فيتيس اي اكسيليراسيون. اذا هادو هما الحوايج اللي غادي نركزوا عليهم. شنو هو الديفينيسيون ديال السينيماتيك، اشنا هو الريفيرونسيال، الفيكتور بوزيسيون، فيتيس اي اكسيليراسيون. صافي، كلشي كيبان مزيان، الورقه كتبان مزيان. اوكي، يلا شي جوج دقائق باش نبداو كاملين. يلا باش غادي نبدا ان شاء الله. يلا غادي نطلقوا على بركة الله في هاد الشابتر الثانية اللي هي السينيماتيك. اذا اول شيء قلنا غادي نهضروا عليه في هاد الشابتر هو لا ديفينيسيون ديال السينيماتيك. صافي، اول حاجة شنو هي السينيماتيك؟ مثلا نعطيك انا ان اكزومبل باش نفهموا السينيماتيك. عندنا واحد سوليد ولا ان كور، عندنا واحد سوليد وهذا مثلا اون موفمون، حركه. مزيان، بطبيعه الحال هذا لو سوليد هذا ولا هذا الجسم هذا خاضع دي فورس. كاينين دي فورس، مثلا نديرو هذه لا فورس اف 1، مثلا نقولوا هذه لا فورس اف 2، نديرو مثلا بارك ندير واحد لا فورس اخرى مثلا اف 3 الى اخره. اذا هاد لو سوليد هذا اللي خاضع لدي فورس، مثلا لا فورس اف 1، لا فورس اف 2، لا فورس اف، راه اون موفمون، نقولوا هو الجسم هذا راه ماشي هكا. مزيان، اذا انا في السينيماتيك شنو هي السينيماتيك؟ انا كندرس الحركه ديال هاد الجسم، ياك؟ مزيان، ولكن في السينيماتيك ما كندرسوش لي فورس. هاد لي فورس هادو ما عنديش غرض بهم انا، لحقاش حنايا هاد لو موفمون ديال هاد لو سوليد منين جات؟ كاينين دي فورس، وهاد لي فورس هما اللي سبوا في الحركه ديال هاد الجسم. اذا السينيماتيك حنا ما كندرسوش الاسباب ديال الحركه، يعني ما كندرسوش لي فورس كي اكزيرس اللي دارت هاد لو موفمون هادي. دونك في السينيماتيك اهم حاجه اللي كنهتموا في السينيماتيك كنهضروا مثلا على الفيكتور فيتيس، على الفيكتور اكسيليراسيون، على لا تراجيكتوار. الوغ السينيماتيك هو اننا نقوم بدراسه الحركه ديال واحد الجسم، كندرسوا الحركه ديال واحد الجسم، ولكن ما كندرسوش الاسباب التي ادت الى تلك الحركه. هذه هي السينيماتيك. الوغ السينيماتيك شنو هي؟ نعاود هذه الجمله هذه، كندرسوا الحركه ديال واحد الجسم، ياك، ولكن لا نقوم بدراسة الأسباب التي أدت لهذه الحركة. هذه هي السينيماتيك. إذا السينيماتيك شنو غادي نكتب لا ديفينيسيون؟ أنا غادي ندير باش ما نطولوش في هذه الديفينيسيون، إذا نديرو ديفينيسيون ديال السينيماتيك. ديفينيسيون، أشنو هي السينيماتيك؟
دابا حنايا في هاد يعني انتم في هاد الموديول عندكم الميكانيك دو بوان، يعني كنهتموا بدراسة نقطة، الميكانيك دو بوان ماتيريال. الوغ شنو هو الديفينيسيون؟ شنو هي السينيماتيك؟ سي اتوديي، شنو ماذا ندرس؟ هي دراسة، سي ليتود ولا سي اتوديي لو موفمون، لو موفمون d'un point matériel, d'un point matériel هيا. alors شنو هي السينيماتيك؟ c'est étudier، يعني ندرس، ندرس ماذا؟ le mouvement d'un point matériel، يعني ندرس حركة واحد النقطة مادية، d'un point matériel au cours du temps، au cours du temps. Indépendamment, indépendamment, alors d'abord je vais te indépendamment des causes qui produisent ce mouvement, qui produisent la définition de la cinématique, qui produisent ce mouvement. إذا شنو هي السينيماتيك؟ سي إتودي، ماذا ندرس؟ لو موفمون دان بوان ماتيريال، يعني ندرس حركة واحد الجسم نقاطي، أو كور دو طون، يعني بدلالة الزمن. انديبوندامون دي كوز، لي كوز يعني الأسباب، ما شنو قلنا قبيلة؟ كندرسوا الحركة ديال واحد الجسم، ولكن ما كندرسوش الأسباب التي أدت إلى تلك الحركة. انديبوندامون دي كوز، ملي كنقول لي كوز كنقصد بها لي فورس. انديبوندامون دي كوز كي برودويز سو موفمون. إذا هذه هي السينيماتيك. إذا السينيماتيك كندرسوا الحركة ديال واحد الجسم، ولكن ما كندرسوش الأسباب التي أدت لتلك الحركة. إذا أشنو هما الحوايج اللي كندرسوهم في السينيماتيك؟ من بين الحوايج اللي كندرسوهم في السينيماتيك كندرسو الفيكتور بوزيسيون، كندرسو الفيكتور فيتاس، كندرسو الفيكتور أكسيليراسيون، متجهات الموضع، متجهات السرعة، متجهات التسارع، كون شفتوها حتى في الباك. إذا في السينيماتيك كنهضروا على الفيكتور بوزيسيون، كندرسوا الفيكتور فيتاس، الفيكتور أكسيليراسيون، وحتى لا تراجيكتوار، لي زيكواسيون ديال لا تراجيكتوار، يعني معادلات المسار. صافي اتفقنا؟ إذا هذا هو الديفينيسيون. عاود، إذا السينيماتيك كندرسوا فيها شنو قلنا؟ كندرسوا فيها الحركة ديال واحد الجسم، ولكن لا نقوم بدراسة الأسباب التي أدت لهذه الحركة. Alors, c'est étudier le mouvement d'un point matériel au cours du temps, indépendamment des causes qui produisent ce mouvement. مزيان، قلنا شنو هما الحوايج اللي كندرسوها في السينيماتيك؟ كندرسو الفيكتور بوزيسيون، كندرسو الفيكتور فيتاس، فيكتور اكسيليراسيون، وحتى لا تراجيكتوار. صافي؟ Alors, إذا كان لا ديفينيسيون مفهوم، دائما واحد الميساج صغير، راكم فهمتوا لا ديفينيسيون، باش ندوزو نتحدثوا على لا لو ريفيرونسيال. يلا إذا كان واضح الله يفتكم ميساج، باش ندوزو للريفيرونسيال. يلا إذا كان لا ديفينيسيون ديال السينيماتيك واضحة، كاملين خليو لي ميساج، كتبوا لي غير اب اللي راكم فهمتو، وغادي ندوزو للريفيرونسيال. اوكي، يلا اللي فهم السينيماتيك يكتب لي ميساج باش ندوزو كيما قلت لكم للريفيرونسيال. اوكي، كلشي جاوب في الميساج. اوكي يلا، على بركة الله نكمل. يلا دابا غادي ندوزو اشنو هو الريفيرونسيال، واللي كنسميوه بالعربية، كنت قريته حتى في البكالوريا، اللي هو بالعربية كنقولوا له الجسم
المرجعي، الجسم المرجعي صافي، اللي هو الريفيرونس ولا كيتسمى سوليد دو ريفيرونس. سوليد دو ريفيرونس، يلا غادي ندوز دابا نتحدثوا على الريفيرونسيال. طبيعة الحال الريفيرونسيال هو مهم ومهم بزاف، اذا هادشي اش خصنا نهضروا عليه. الريفيرونسيال غادي نعطي غير بمثال، وهذا المثال هو اللي غادي يشرح لي شنو هو الريفيرونسيال. الريفيرونسيال نعطيو المثال، كنا درناه في واحد اللايف، في يعني في اللايف كنت درته واحد المره، اللي هو المثال ديال مثلا عندنا واحد تران، هذه تران مثلا نقولوا تران، هذه تران مهم او موفمون، دونك هذا تران، وعندنا واحد السيد، واحد الشخص، شخص كي داخل، هذا هو داك الشخص راه جالس في التران، وعندنا واحد الشخص تاني اللي كاين على برا، هذا لو سول يعني على الارض، لو سول هذا الشخص نسميه هذا A وهذا نسميه B. هذا الشخص A، شوفوا معايا مزيان، الشخص A عنده واحد الكرة، كرة صغيرة هي عنده راها في يده بطبيعة الحال، هي ديال اليد ديالو، عنده واحد الكرة هنايا، هذه الكرة هذه نسميوها بال، كرة صغيرة. شنو غادي يدير الشخص A او بيان لا بيرسون A؟ غادي يشد داك الكرة وغادي يطلقها. الوغ انتوما مني غادي يطلق الكرة شنو غادي يبان لكم الحركة؟ غادي يبان لكم بأن الكرة سقطت رأسيا، يعني المسار ديالها داير هكا. شتي دابا انا هادو اللي درتهم نقاط متقطعة يعني المسار. إذا الشخص A، شوف الصورة واش كتبان، كتبان لي ضبط شوية الصورة، كتبان الصورة دابا مزيان، شوفوا معايا مزيان. لا بيرسون A يعني الملاحظ، هذا نسميوه الملاحظ A وهذا الملاحظ B، لوبسيرفاتور A لوبسيرفاتور B. إذا الملاحظ A كيتواجد في التران مزيان، طلق الكرة، منين طلق هاد لابال شنو كيبان له؟ كيبان له بأن المسار ديال الكرة مستقيمي ريكتيلين، إذا كي داير المسار ديالها؟ ريكتيلين، الكرة طاحت هكا ديريكت، نزلت ديريكت، دونك ريكتيلين. اما بالنسبه للملاحظ بي اللي كيتواجد فين؟ في لوسول، ما نساوش بان التران راها اون موفمون، التران راها اون موفمون. شنو كيلاحظ الشخص بي؟ كيلاحظ بان المسار ديال الكره ليس مستقيمي، المسار ديال الكره داير بحال هكا بارابوليك، هنا المسار كي داير ريكتيليني، يعني مسار مستقيمي ريكتيلين. اما الملاحظ بي شنو كيبان له؟ كيبان له الكره دارت واحد المسار داير بحال هكا، شنو كيتسمى هذا؟ بارابوليك، بارابوليك. اذا شنو كنكتشف؟ اذا نفس التجربه، حنا درنا تجربه وحده، ولكن الملاحظ رقم A يلاحظ بان المسار ديال الكره مستقيمي ريكتيلين، والملاحظ بي اللي كاين فين؟ في لوسول، كاين في الارض، شنو كيلاحظ؟ كيلاحظ بان المسار ديال الكره ماشي مستقيمي وانما داير بحال هكا بارابوليك. هنا كنهضروا على واحد الحاجه مهمه اللي هي نسبيه الحركه، لا غولاتيفيتي دو موفمون. علاش؟ عم الحركه ماشي مطلقه، ماشي شي حاجه ابسولي، هما شوف معايا مزيان، نفس التجربه، نفس الاكسبيريونس، ولكن النتيجة اللي شافها الملاحظ A ماشي نفس النتيجة اللي شافها الملاحظ B. علاش هذا الاختلاف؟ علاش ما لقاوش نفس النتيجة؟ لماذا؟ لأن الشخص A يوجد في القطار في لو تران، ولو تران راه اون موفمون، والشخص B يوجد في لو سول. الوغ الفرق، علاش ما لاحظناش نفس النتيجة؟ الفرق في هذا، شكون هو هذا؟ لو ريفيرونسيال، اختلاف الجسم المرجعي. إذا لو تران كيتسمى ان ريفيرونسيال، جسم مرجعي، وحتى لو سول كيتسمى ان ريفيرونسيال. اذا شنو غادي نقول؟ غادي نقول بان لا تراجيكتوار ديال لا بال يعني مسار الكره كي داير ريكتيلين بالنسبه لمن؟ بارابور لو تران، بالنسبه للقطار. اذا مسار الكره مستقيمي بالنسبه للقطار، وكي داير المسار ديال الكره بالنسبه للسول، بالنسبه للارض كي داير؟
parabolique. Alors le train, c'est un référentiel, ou le sol, c'est un référentiel. Yani بطريقة أخرى, ملي كنشانجي لو référentiel, ملي كنبدل لو référentiel, alors حتى نتائج التجربة تبدل. صافي, احنا شانجينا لو référentiel, شنو لاحظنا؟ النتيجة الأولى ماشي هي النتيجة الثانية. alors منين خدينا لو ترين, خدينا لو ترين, منين خدينا لو ترين, شنو لاحظنا؟ كي داير la trajectoire qui dira la trajectoire est rectiligne عاود نسجلها rectiligne المسار مستقيم مسار الكرة مستقيم مني خدينا لو سول يعني الأرض كي لاحظنا كي داير la trajectoire la trajectoire هذه المرة ماشي rectiligne وإنما parabolique parabolique إذن إذن شنو كيبان لنا شنو كنسميو لو تران و لو سول ها هو لو تران هذا شنو كيتسمى ريفيرونسييل وحتى لو سول شنو كيتسمى ريفيرونسييل إذن الجسم المرجعي مهم جدا ما يمكنش انت تكون كدرس ان بروبليم في الميكانيك عندك واحد المساله ولا شي تمرين في الميكانيك وبدون ريفيرونسييل مني كنقول انا السرعه ديال شي واحد مثلا سايق الطوموبيل السرعه ديالو ماشي ب 100 كيلومتر في الساعه 100 كيلومتر في الساعه بالنسبه لمن فين هو سايق الطوموبيل في الارض اذا بالنسبه للارض اذا مني كنقول انا سرعه السياره 100 كيلومتر في الساعه اذا هذه كتسمى سرعه نسبيه نسبه لمن للارض الارض شنو كيتسمى ان ريفيرونسي جسم مرجعي السرعه ديال السياره 100 كيلومتر في الساعه بالنسبه للارض ولكن سرعه نفس السياره بالنسبه لكوكب المريخ ماشي 100 كيلومتر في الساعه راه اكثر صافي اتفقنا اذا دائما ملي كندرس الحركه ناكد عليها الحركه ديال شي جسم ولا بد خصني ان ريفيرونسييل ما يمكنش ندرس الحركه ديال الجسم وانا ما عنديش ريفيرونسييل ها انتما نفس التجربه درناها درسنا الحركه ديال من ديال لابال شنو لاحظنا لاحظنا بان الحركه ديال لابال كي دايره مستقيمه ولكن بالنسبه لمن لو تران وخدينا نفس الكره يعني نفس لابال ولقينا بان لا تراجيكتوار ولا المسار ديالها بارابوليك شل جميل بارابوليك هي شل جميل بالنسبة لو سول إذا علاش هاد النتائج مختلفة لأن لو ريفيرونسييل مختلف اتفقنا مزيان دابا مثلا تخيل حنا مثلا نقولوا انت ولا هاد الشخص بي راه في لو سول دابا الشخص بي يلاحظ الكرة إذا لو سول هو لو ريفيرونسييل مزيان بما أن الشخص بي كاين في لو سول دونك لو سول هو الريفيرونسييل الو لكي يقوم الشخص ب او لوبسيرفاتور ب يعني الملاحظ ب بدراسه حركه الكره خصو جوج د الحوايج مهمين خصو معلم للفضاء وخصو معلم للزمن شنو هو معلم للفضاء خصو واحد المعلم او اكس ايغريك زد خصو واحد المعلم ما يمكنش ها هو بحال دابا هذا ها هو او اكس ايغريك زد خصو معلم علاش شنو هو الدور ديال المعلم المعلم يحدد احداثيه شي نقطه بحال دابا الا خديت واحد النقطه من الكره ديك النقطه من الكره الا كان عندي المعلم يمكن لي نحدد الاحداثيه ديالها في كل لحظه ها شنو هما الاحداثيات ديك النقطه لي كوردوني ديالها ها شحال عندها في الاوف سول ها شحال عندها في الارتوب ها شحال عندها في الانسو اذا لكي يقوم يعني الشخص بوصف الحركه ديال الكره خصو واحد المعلم ديال الفضاء ان روبير ديسباس شنو خصو روبير ديسباس اللي سميتو او اكس ايغريك زد وخصو روبير ديال لو طون معلم للزمن لان دائما احنا ملي كندرسوا الحركه ديال الجسم كنقولوا مثلا سرعه هذا الجسم مثلا 4 متر في الثانيه في اللحظه الفلانيه دائما مني كندرس خصني ولا بد الزمن علاش لان الزمن ملي كنقول لك انا مثلا شي نقطه من الكره النقطه من هذه النقطه من الكره الاحداثيات ديالها 3 4 2 في اللحظه 4 سكوند والاحداثيات ديالها في اللحظه 10 سكوند 6 8 19 اذا خصنا ولا بد الوقت وخصنا الاحداثيات اذا الشخص بي باش يوصف الحركه ديال الكره خصو جوج ديال الحوايج شنو خصو روبير d'espace ni quand on le repère d'espace ou x y z ou ce repère ديالاش معلم ديال repère du temps معلم ديال الزمن صافي اذا معلم للفضاء
ومعلم، ملي كنقول انا معلم الزمن خصو شي ساعه شي اورلوج باش يشوف الوقت مزيان. اذا شوفوا معايا مزيان، اذا هاد لو سول اللي هو الريفيرونسيال، شوف معايا مزيان، في الفيزيك ولا في الميكانيك الريفيرونسيال غادي نبقاو نرمزوه بواحد الرمز. شنو هو الرمز اللي غادي نستعملوه؟ لو سامبول. عوض ما نبقى نقول مثلا لو ريفيرونسيال هو لو سول، ولا لو ريفيرونسيال هو لو تران، ولا لو ريفيرونسيال هو شي حاجه، ها هو الرمز ديالو في الفيزيك. غنبقاو نديرو له اخ. شنو المقصود باخ؟ ار هو الريفيرونسيال، وكتفتح القوس كتكتب هنا او، هنا مثلا اكس ايغريك زد تي. شنو المعنى ديال هذا؟ ار هو الريفيرونسيال، او اكس ايغريك زد شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هو الغوبير ديسباس، والتي هو الغوبير دو طون. صافي. اذا في الفيزيك ولا في الميكانيك الريفيرونسيال غتبقى تلقاه في شي تمارين غتلقى بحال هكا، ليكون الريفيرونسيال ار او اكس ايغريك زد تي. صافي. اذا عوض ما نقولوا لو ريفيرونسيال لو سول، غادي نقول ار او اكس ايغريك زد تي، لهذا هو الرمز ديالو، هذا شو سميتو لو سامبول ديال الريفيرونسيال. صافي، اتفقنا؟ اذا اللي بغيت انا نوصل لكم هذا الشيء كله، ما يمكنش تدرس انت شي بروبليم في الميكانيك وما عندكش جسم مرجعي ريفيرونسيال. دائما دائما كندرسوا الحركه ديال واحد الجسم بالنسبه للريفيرونسيال. الريفيرونسيال هو الاساس. صافي، اتفقنا؟ الريفيرونسيال هو الاساس. مزيان. والريفيرونسيال خصنا جوج ديال الحوايج مهمين يكونوا عندك. الملاحظ، الملاحظ خصو جوج ديال الحوايج، خصو الغوبير ديسباس والغوبير ديال لو طون. صافي. الريفيرونسيال شنو هو الرمز ديالو؟ الرمز ديالو هو هذا ار او اكس ايغريك زد، يعني الغوبير ديسباس والغوبير ديال لو طون. الوغ واش متفقين؟ نتسنى اذا كان هادشي واضح ميساج كما العاده. باش ندوزو نتحدثو على الفيكتور فيتاس والفيكتور اكسيليراسيون، هما اللي مهمين اللي عندنا بهم الغرض. يلا الله يحفظكم، الى كان هادشي مفهوم ميساج، واش واضح الريفيرونسيال؟ استنى الميساجات ديالكم. واضح. اوكي، يلا باش ندوزو الحوايج اللي عندنا بهم الغرض، اللي هما الفيكتور فيتاس، الفيكتور اكسيليراسيون، الفيكتور بوزيسيون، وغادي نحتاجو داكشي اللي خدمناه في اللايفات اللي دازو. يلا على بركة الله، يلا نكملو. حطيت منك خيمة. يلا دابا غندوزو، غادي نهضروا على ايش دابا؟ غندوزو الحوايج اللي هما مهمين، اللي هما الفيكتور بوزيسيون، متجهات الموضع، ياك. وغادي نهضروا الفيكتور بوزيسيون، الفيكتور فيتاس، اي اكسيليراسيون. غادي نخدمو بجوج ديال الحوايج، غادي نخدمو بلي كوردوني كارتيزيان، وغادي نخدمو بلي كوردوني سيلندريك. صافي. غادي نخدمو بلي كوردوني كارتيزيان، وغادي نخدمو بلي كوردوني سفيريك سيلندريك. هادشي اش قلت لكم غادي نحتاجو داكشي اللي شفناه في اللايفات اللي دازو. نديرو مغرب العربيه، شنو هي فيكتور بوزيسيون؟ يعني متجهات الموضع. فيكتور فيتاس يعني متجهات السرعة.
هذه هي الفيكتور فيتاس. الفيكتور اكسيليراسيون هي متجهة التسارع، هما هادو ثلاثة، متجهة الموضع، متجهة السرعة، متجهة التسارع. دابا باش نفهموا هذا غادي نخدموا بجوج، غادي نبداو في الاول بلي كوردوني كارتيزيان، ومن بعد غادي نخدموا بلي كوردوني سيلندريك. مثلا نبداو بالاخر، مثلا عندك واحد المعلم، هذا هو المعلم ديالي او اكس واي زد، صافي. هذه داك المتجهه او اكس ولا اي جي كا كيما بغيت تسميها، او اي غايك او زد، هذه هي لاباس. شنو عندنا حنايا اش كنهضروا؟ اسمع مزيان، في هذا الموديل انتما اللي عندكم، شنو عندكم؟ عندكم الميكانيك دو بوان، ماشي الميكانيك سوليد، الميكانيك دو بوان. شنو هو الميكانيك دو بوان؟ يعني نهتم بدراسة حركة نقطة مادية. مثلا انت عندك جسم، انا هذا الجسم هو الكاس، هذا الكاس هذا راه جسم. انا ما غاديش ندرس الكاس كاملة، غادي نهتم بدراسة واحد النقطة من الكاس، نقطة من هذا الكاس، اش سميناها ميكانيك دو بوان. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نعتبر واحد النقطة كتحرك، نقطة مادية، ان بوان ماتيريال، مال هاد لو بوان ماتيريال راه ماشيه، غادي نسميها انا ام، داك لو بوان ام، مال لو بوان ام، ها هي ماشيه كدور، المهم راه ماشيه. هذا اللي رسمته انا سميته لا تراجيكتوار. هذا شنو اللي رسمته؟ شنو سميته؟ تراجيكتوار ديال من؟ المسار ديال من؟ المسار ديال داك النقيطه ام، ها هي ماشيه النقطه ام كتحرك. هاد النقطه ام في اللحظه طي، ها هي هنايا، ها هي ام في اللحظه تي. مثلا في اللحظه تي بريم، ها هي هنايا، في شي لحظه اخرى ها هي هنايا، وهكذا. الوغ دابا انا شنو غادي نخدم؟ غادي نهضر شكون هي الفيكتور بوزيسيون، وشكون هي الفيكتور فيتاس، وشكون هي الفيكتور اكسيليراسيون ديال مل ديال النقطه. شكون هي الفيكتور بوزيسيون؟ عرفتوا شكون هي الفيكتور بوزيسيون؟ هي هذه، هي المتجهه او ام. إذن المتجهة أو إم شنو كتسمى؟ كتسمى الفيكتور بوزيسيون. ألوغ شكون هي الفيكتور بوزيسيون؟ فيكتور بوزيسيون اللي هي متجهة الموضع. شكون هي الفيكتور بوزيسيون؟ هي المتجهة أو إم، المتجهة أو إم كتسمى الفيكتور بوزيسيون. مزيان، نسولكم أنا السؤال أنتم جاوبوني، جاوبوني في لي كومونتير، واش لي كوردوني يعني الاحداثيات ديال او ام واش غادي يتبدلوا مع مرور الزمن ولا لا؟ جاوبوني غير اه ولا لا. واش لي كوردوني، اسمعني مزيان، لي كوردوني ديال او ام، لي كوردوني ديال المتجهة او ام، واش غادي تشونجاو او كور دي طون يعني مع مرور الزمن ولا لا؟ احداثيات المتجهه او ام واش غادي يتغيروا ولا ما غاديش يتغير؟ جاوبني غير اه ولا لا. الا كان وي كتب لي وي، كان نو كتب لي نو. احداثيات المتجهه او ام هل ستتغير مع مرور الزمن ولا لا؟ واش اه ولا لا؟ ردوا ليا. هاكاك، نعم وي، غادي تغيروا. علاش؟ بطبيعة الحال علاش غادي تغيروا لي كوردوني ديال او ام؟ لحقاش النقطة ام لا، راها اون موفمون في حركة. بما ان النقطة ام في حركة، يعني الاحداثيات ديال المتجهة او ام غادي يتغيروا مع مرور الزمن، مع مرور الزمن غادي يبقاو كيتغيروا. مزيان، دابا انا شنو بغيت نهضر؟ قلت لكم بغيت نهضر على الفيكتور بوزيسيون، على الفيكتور فيتيس، وعلى الفيكتور اكسيليراسيون، اللي هما ثلاثه ديال المتجهات. غادي نخدموا في الاول بلي كوردوني كارتيزيان، هما اللي كنتو شفتوهم في الباك. غادي نخدم في الاول فين؟ بلي كوردوني، غادي نخدم بلي كوردوني كارتيزيان، يعني باكس واي و زد. لي كوردوني
كارتيزيان. واخ. المتجهة او ام ماذا تساوي؟ ياك عارفين، راح شوف هذه درناها، انا كنهضر على او ام. المتجهة او ام عند اللحظة تي، نقدر نكتبها هكا، فهمتوا هذه الكتابة هذه؟ المتجهة او ام عند اللحظة تي، يعني الفيكتور بوزيسيون الانستون تي. بطبيعة الحال شنو كتساوي؟ كتساوي اكس في اللحظة تي او اكس. انا علاش درت او اكس؟ لحقاش انا سميتهم او اكس، الا سميتها انت اكس تبقى اي جيكا، انا ما سميتهمش اي جيكا، سميتها او اكس او ايغريك او زد. اذا المتجهه او ام كتساوي اكس في اللحظه تي او اكس، هذه راها درناها في لي كوردوني كارتيزيان، حضرنا عليها، زائد ايغريك دو تي او ايغريك زائد زد الانستون تي او زد. صافي، هذا الشيء اللي كاين. إذن الفيكتور بوزيسيون ا لانستون تي شنو كتساوي؟ كتساوي اكس في اللحظه تي او اكس زائد ايغريك في اللحظه تي او ايغريك زائد زد في اللحظه تي او زد. شكون هما اكس و ايغريك و زد؟ اكس و ايغريك و زد هما الاحداثيات ديال النقطه ام. اكس ايغريك زد شنو كيتسموا هادو؟ لي كوردوني ديال لو بوين ام. سميت هذه لو فيكتور بوزيسيون، متجهة الموضع. صافي، هذا الشيء اللي كاين. دونك الفيكتور بوزيسيون شنو باقي لي دابا نعرف؟ الفيكتور فيتاس، الفيكتور اكسيلاسيون. هادشي شفتو في الباك، الفيكتور فيتاس متجهة السرعة، باش كنرمزو لها؟ شفتوها في الباك نتوما، كنرمزو لها بفي. في عند اللحظة تي، يعني السرعة عند اللحظة تي، لا فيتاس ان انستون تي. شنو كتساوي في؟ شفتوها انتوما في الباكالوريا، قلنا بان الفيتيس هو الاشتقاق ديال الفيكتور بوزيسيون بالنسبه للزمن. اذا شنو هي في؟ هي الاشتقاق ديال من ديال الفيكتور او ام. شكون هي او ام؟ متجهات الماضي بطبيعه الحال بالنسبه للزمن، الشقاق. صافي، هادشي اللي كاين. اذا الفيكتور فيتيس هي الاشتقاق ديال الفيكتور بوزيسيون. صافي، دابا الا بغينا نكتبوها شنو غادي نكتبو؟ تساوي، ها تكتب معايا، يلا نشقو اكس. هاد اكس عندك فين تقول لي الاشتقاق ديالو واحد، وتقول لي الاشتقاق ديال ايغريك واحد، وتقول لي الاشتقاق ديال زد واحد؟ لا، هاد اكس راه عندها علاقة بالزمن، يعني اكس كتشانج مع مرور الزمن. اكس دالة زمنية، اكس دالة زمنية. بحال دابا مثلا غادي نقول لك غير مثال نكتبو خا غينا، اكس دو تي كتساوي 4 تي كاري ناقص 8 تي زائد واحد. شتي؟ اذا دابا واش الاشتقاق ديال اكس واحد؟ ماشي واحد، ها انت الشق 4 تي كاري الا شقينها شنو كتجي؟ كتجي 8 تي ناقص 8 تي، الاشتقاق ديالها هو ناقص 8 والاشتقاق ديال واحد هو صفر. اذا اكس ماشي الاشتقاق ديالها واحد، عندك مشي تقول لي الاشتقاق ديالها واحد. اذا شنو هي في؟ هي الاشتقاق ديال او ام بالنسبه للزمن. يلا نشقوا اكس، الاشتقاق ديال اكس غتكتبوا بحال هكا، دي دو اكس سور دي دو تي. هذا شنو كاين؟ كاين الاشتقاق ديال اكس او اكس زائد، يلا نشقوا ايغريك، شنو غادي نكتبها؟ دي ديال ايغريك على دي تي او ايغريك زائد، يلا نشقوا الزد، دي دو زد سور دي دو تي او زد. صافي، نقدروا نكتبوها بطريقه اخرى، غير بطريقه اخرى نقدروا نكتبوا في هاد دي دو اكس سور دي دو تي، كنرمزوا لها برمز اخر، كنديروا اكس بوان. اكس بوان شنو هي اكس بوان؟ اكس ملي كتشوف انت منها فوق منها نقطه، شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هي ديد اكس على ديد تي، يعني الشقاق ديال اكس بالنسبه للزمن. او اكس زائد ديد ايغريك على ديد تي هي ايغريك بوان او ايغريك زائد ديد زد على ديد تي هي زد بوان او زد. وهذه هي متجهات السرعه. اذا الفيكتور فيتاس شنو كتساوي؟ اكس بوان او اكس بلس ايغريك بوان او ايغريك بلس زد بوان او زد. لاحظوا معايا مزيان واحد القضيه خصكم تعرفوها، خصكم تعرفوا واحد القضيه باللي الاشتقاق ديال اكس، يعني اكس بوان، اكس بوان هو الاشتقاق ديال اكس، راه هو في اكس. في اكس شنو هي في اكس؟ يعني الاوفصول ديال في. و ايغريك بوان شكون هي ايغريك بوان؟ هي في ايغريك.
وشنو هي الزيت بوان؟ هي في زد. واش متفقين؟ اذا الى شقينا اكس كتعطيك في اكس، الى شقينا ايغريك كتعطيك في ايغريك، الى شقينا الزد كتعطيك في زد. صافي. اذا نعاود نسجل مخاري هنايا. دونك انا اللي خصني نعرف بان في اكس هي الاشتقاق ديال اكس، وخصني نعرف باللي في ايغريك هي الاشتقاق ديال ايغريك بالنسبه للزمن بطبيعه الحال، وفي زد هي الاشتقاق ديال زد بارابور لو. متفقين؟ الى لاحظتوا معايا مزيان، راني حاليا خدام بلي كوردوني، خدام بلي كوردوني كارتيزيان، ما هضرش على لي كوردوني سيلاندريك. واضح هادشي؟ يلا باش ندوزو نديرو واحد المثال باش تفهموا هادشي. اوكي مزيان، نعطيكم انا مثال باش تفهموا هادشي. مثلا تخيل عندك اكس دو تي، اكس دو تي هي 3 تي ناقص 4، و ايغريك دو تي مثلا 5 تي اس 3 ناقص 2 تي زائد 4، والزد دو تي يعني هادو شنو هما؟ هادو سميتهم المعادلات ديال الزمنيه ديال اكس وديال ايغريك وديال زد. والمعادله ديال الزد مثلا هي مثلا نقولوا ناقص 10 تي او كاري زائد تي ناقص 1. دابا انت عندك المعادله ديال اكس، المعادله ديال ايغريك، المعادله ديال زد. انت علاش كتقلب؟ كتقلب على في اكس وعلى في ايغريك وعلى في زد، يعني المعادله ديال في اكس، المعادله ديال في ايغريك والمعادله ديال في زد. شكون هي في اكس؟ في اكس هي اكس بوان، يعني هي الاشتقاق ديال اكس بالنسبه للزمن. فين هو اكس؟ ها هو 3 تي ناقص 4. يلا ديروا على الشقاق، شحال هو الشقاق ديال 3 تي؟ هي 3، بحال 3 اكس، شقاق 3 اكس هو 3، دونك شقاق 3 تي هو 3، الشقاق ناقص 4 هو 0. صافي، اذا في اكس كتساوي 3. نمشيو دابا لفي ايغريك، في ايغريك هي الاشتقاق ديال ايغريك. يلا نديرو الشقاق، اشحال هو الشقاق ديال 5 تي اس 3؟ هاد 3 كتنزل لهنا، دونك كترجع 3 في 5 هي 15، والتي اس 3 كتنقص كترجع تي او كاري. مزيان، ناقص 2 تي، شحال هو الشقاق ناقص 2 تي؟ هو ناقص 2، والشقاق ديال 4 هو 0. صافي، في زد شكون هو؟ في زد هو الاشتقاق ديال زد، زد بوان. يلا نشقوها، ناقص 10 تي او كاري، هاد الجوج كتنزل، جوج في 10 هي 20، يعني ناقص 20 تي او كاري كترجع غير تي، زائد الشقاق ديال تي 1، والشقاق ناقص 1 0. صافي. اذا الا كنت كتعرف المعادله ديال اكس والمعادله ديال ايغريك والمعادله ديال زد بالنسبه للزمن، يمكن لك تخرج المعادله ديال في اكس في ايغريك في زد باش باغ ديريفاسيون غير بالشقاق. صافي، واش متفقين على هادو؟ الا كان لاحظتكم مفهوم كتبوا لي ميساج. اذا نتوما اللي خصكم تعرفوا دابا، انا حاليا غير باش نتفاهموا على واحد القضيه، انا حاليا خدام بلي كوردوني كارتيزيان، يعني خدام اكس واي وزد. متجهات الفيكتور بوزيسيون هي او ام، شنو كتساوي؟ اكس او اكس بلس واي او واي بلس زد او زد. مزيان، الفيكتور فيتيس اللي هي في هي الديريفي ديال او ام سور دي تي، الديريفي ديالها بالنسبه للزمن. مزيان، الوغ شنو هي في؟ هي اكس بوان او اكس بلس واي بوان او واي بلس زد بوان او زد. X point هي في X، Y point هي في Y، و Z point هي في Z. واضح؟ يلا لاحظتكم إذا كان واضح كتبوا لي ميساج راه مفهوم باش ندوزو الفيكتور أكس. هادشي راه شفتو في الباك، هادشي اللي كنكتبو دابا حاليا داكشي ديال الباك وصافي.
واضح هادشي مزيان؟ يلا الا كان مفهوم باش ندوزو الفيكتور اكسيليراسيون. بقات لنا دابا الفيكتور اكسيليراسيون هي اللي بقات. فيكتور دائما كما قلت لكم راني خدام بلي كوردوني كارتيزيان، بلي كوردوني كارتيزيان. فيكتور اكسيليراسيون مزيان. يلا الفيكتور اكسيليراسيون كاملين كتعرفوها، اللي كنرمزو لها بالحرف ديال ا، جايه من اكسيليراسيون يعني ا، اذا كنرمزو لها بأ ا ان انستون تي، يعني التسارع في اللحظه تي. شنو هو الاكسيليراسيون؟ هو الديريفي الاشتقاق ديال لا فيتيس سور دي تي، صافي. اذا لاكسيليراسيون هو دي في سور دي تي، ولا هو الديري، هادشي شفتو في البكالوريا، ولا هو الديريفي سكوند يعني الاشتقاق الثاني. الاشتقاق الثاني هو هذا الفيزيك ديال من ديال او ام ديال الفيكتور بوزيسيون. اذا الاكسيليراسيون هو الديريفي ديال في سور دي تي، ولا هو الديريفي سكوند ديال او ام. اذا التسارع هو الاشتقاق ديال السرعه، ولا هو الاشتقاق الثاني ديال او ام ديال الفيكتور بوزيسيون. طبيعه الحال هاد المتجهة أ تا هي عندها أ إكس، وتا هي عندها أ إيكغيك، وتا هي عندها أ زد كيما درتو في البكالوريا. هادو شنو كيتسماو لي كوردوني أ إكس؟ بحال اللي غادي نقول لك الأوفصول، الأرتوب، الأنسوب. أ إكس هو الأوفصول ديال أ، أ إيكغيك هو الأرتوب ديال أ، أ زد هو الأنسوب ديال أ. علاش؟ لأن أ متجهة، وأي متجهة عندها ثلاثة إحداثيات، يعني عندها الأفصول والأرتوب والأنسوب، أ إكس أ إيكغيك أ زد. شكون هو أ إكس؟ أ إكس هو الشقاق ديال في إكس، ها هو الشقاق ديال من؟ ديال في إكس، أو هو الشقاق الثاني ديال من؟ ديال إكس. الشقاق الثاني غنديرو غير بحال هكا، غندير إكس فوق منه جوج نقيطات، صافي. إذا شكون هو أ إكس؟ هو الاشتقاق ديال في اكس او الاشتقاق الثاني ديال اكس. شكون هو ا ايغريك؟ ا ايغريك هو الاشتقاق الديريفي ديال من؟ ديال في ايغريك، او الاشتقاق الثاني ديال ايغريك. ا زد شكون هو ا زد؟ هو الاشتقاق الديريفي ديال في زد، او بيان هو الديريفي سكوند ديال زد. صافي هادشي اللي كاين. اذا المتجهه ا عندها ثلاثه ديال الاحداثيات، عندها ا اكس ا ايغريك ا زد. ا اكس هو الشقاق ديال في اكس او الشقاق الثاني ديال اكس، ا ايغريك هو الديريفي ديال في ايغريك ولا الديريفي سكوند ديال ايغريك، و ا زد هو الديريفي ديال في زد ولا الديريفي سكوند ديال زد. واضحه؟ هذا هو ا. بحال دابا مثلا المثال اللي خدينا قبيله، بدينا ب اكس و ايغريك و زد، وخرجنا في اكس و في ايغريك و في زد. دابا الا بغيت نخرج ا اكس و ا ايغريك و ا زد، ندير مغي هنا، انا بغيت نخرجهم ا اكس ا ايغريك ا زد. شكون هو ا اكس؟ ا اكس هو الشقاق ديال في اكس. شحال هي في اكس؟ في اكس هي 3، هاد 3 ديروا لها الشقاق، شحال هو الشقاق ديال 3؟ 0. اذا ا اكس هو 0، صافي. ا ايغريك هو الاشتقاق ديال في ايغريك، يلا غادي نشقوها، شحال هو الشقاق ديال 15 تي كاري؟ هاد الجوج هادي كتنزل، ملي كتنزل كتضرب 15، جوج في 15 هي 30، والتي او كاري كتنقص كترجع غير تي، صافي. الشقاق ديال ناقص جوج هو 0، اذا 30 تي. نمشيو لاز زد، از زد هو الشقاق ديال في زد، شحال هو الشقاق ناقص 20 تي؟ الشقاق ديال تي هو واحد، بحال اكس، شقاق اكس واحد، الشقاق ديال تي واحد، اذا ناقص 20، والشقاق ديال واحد هو 0، صافي. ها ا اكس ها ا ايغريك ها ا زد، غير بالديري. صافي، وهكا كنكونو ختمنا الفيكتور فيكتور بوزيسيون فيتيس اي اكسيليراسيون باستخدام اياش لي كوردوني ك
كارتيزين. دابا غادي نعاودو نخدموه من جديد ولكن باستخدام لي كوردوني سيلاندريك. يلا الله يحفظكم، إلا كان هادشي واضح اكتبوا لي راه واضح. كان شي مشكل؟ يلا باش ندوزو لي كوردوني سيلاندريك. حرارة الجو مزموت. واضح هادشي اللي درناه؟ مزيان. يلا اوكي، دابا غندوزو نهضروا على الفيكتور بوزيسيون، فيكتور فيتاس، اي فيكتور اكسيليراسيون، ولكن في لي كوردوني سيلاندريك. علشان نقول لكم غادي نحتاجوا اللايفات اللي دازو. ها هو دابا غنديرو باستخدام اش، باستخدام لي كوردوني سيلاندريك. لي كوردوني سيلاندريك واخ نذكروا داكشي اللي درناه في اللايف. شنو هما لي كوردوني سيلاندريك؟ حنا شفناهم في اللايفات اللي دازو، سميناهم ثلاثة، كاينه غو ياك، وكاينه في، وكاينه زد. هادو هما لي كوردوني سيلاندريك، غو في زد. مزيان. الى الفيكتور بوزيسيون، نبداو بالفيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون، هاد الفيكتور بوزيسيون راحنا ديجا شفناها ملي كنا كنهضروا على هاد لي كوردوني، عقلتوا عليها اللي هي او ام. الفيكتور بوزيسيون او ام، طبيعة الحال او ام في اللحظة طي كنا درناهم. هادي راه درناها في لي كوردوني سيلاندريك. شنو كنا رسمنا؟ رسمنا بحال هكا المعلم ديالنا ياك، او اكس يغريك زد، وخدينا نقطة ام. فين هي الفيكتور بوزيسيون؟ هي هادي، هي او ام. الا تفكرتوا عليها قلنا هاد او ام شنو كتساوي؟ كتساوي الا تفكرتوا كتساوي هاد المتجهة زائد هاد المتجه. هاد المتجهة هادي الا زدت عليها هاد المتجهة هادي كتعطيك هادي ياك. هاد المتجهة هادي عقلتوا شنو سميناها؟ سميناها غو اورو. هادشي شفناه في اللايفات اللي دازو، كتساوي غو اورو زائد هاد المتجه هادي. شكون هي؟ زد او زد. اذا هادي شنو كتسمى؟ الفيكتور بوزيسيون ولكن باستخدام ايش؟ لي كوردوني سيلاندريك. اذا او ام كتساوي غو اورو بلس زد او زد. واش عقلتو عليها ولا ما عقلتوش؟ هاد الشيء راه ماشي جبتو انا غير من اللايفات اللي دازو. هادي هي الفيكتور بوزيسيون، متجهة الموضع. عاقلين؟ يلا الا كنتو مفكرينها قولوا لي اوكي باش ندوزو الفيكتور فيتاس. الفيكتور فيتاس، واش تفكرتو هادي ولا ما تفكرتوهاش؟ او ام كتساوي غو اورو بلس زد او زد باستخدام لي كوردوني سيلاندريك. هادي شفناها في اللايفات اللي دازو. مزيان. دابا غندوزو المتجهات السرعه. حنا كاملين شنو كنعرفو؟ كنعرفو بان لا فيتاس شنو كتساوي؟ كتساوي هي الديريفي ديال او ام سيغ دي تي. كاينه ولا ما كايناش؟ مزيان، هادشي كنعرفو ياك. V هي ديت او ام على ديت تي. مزيان. وسيرو دابا كتحسبوا معايا. دونك V كتساوي الاشتقاق، علاش درت انا الاقواس؟
باش او ام، شكون هي او ام؟ او ام هي رو، اورو بلس زد او زيرو، نكتبها هنايا هي رو اورو بلس زد او زد. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير بحال البرهان. اذا متجهة السرعة في كتساوي الاشتقاق ديال او ام بالنسبة للزمن طبيعة الحال. دونك هي دي سيغ دي تي، افتح القوس، شكون هي او ام؟ او ام هي غو اورو بلس زد او زد. يلا وتابع معايا غير بشوية. في كتساوي، غادي نطبقوا داك قواعد الشقاق اللي كتعرفوهم. دابا انا شنو غادي نشق في الاول؟ غادي نشق رو اورو، ومن بعد شنو نزيد عليها؟ الشقاق زد او زد. نبداو بغو اورو، هذا بحال ضرب، كيبان لك بحال داك الشكل ديال الضرب. ثم كتعرفوا في الماتش شنو هو الشقاق د اف جي؟ اف بريم في جي، ياك هي كنعرفوها في الماط. ها هي اف جي، الشقاق ديالها اف بريم في جي بلس اف جي بريم، ياك هادشي قريتوه في البكالوريا. الوغ شنو هو الشقاق ديال رو اورو؟ دونك هو الاشتقاق ديال غو اورو. شنو هو الاشتقاق ديال غو؟ كنكتبو بحال هكا، ديد غو سيغ ديد تي. واش فهمتوا شنو المعنى ديال الاشتقاق ديال رو فاش في اورو، زائد رو في الاشتقاق ديال اورو، غو في الاشتقاق ديال اورو. مزيان سالينا. ها بحال هي شتو اف بريم، هي بحال هادي اف بريم في جي زائد اف في جي بريم، مزيان، زائد زد او زد. نطبقوا عليها هذه القاعده هذه. دونك هو الشقاق زد او زد، ها هو الشقاق زد، يعني ديد زد على ديد تي او زد، زائد زد في الاشتقاق ديال او زد، زد في الاشتقاق ديال او زد. مزيان، واضحه الفكره دابا؟ وتابع معايا. طبقت بحال القاعده ديال بحال اللي عندك هنا الضرب، بحال اللي غادي نقولوا الضرب اف بريم في جي زائد اف جي بريم، وطبقتها حتى هنا. يلا تساوي الاشتقاق ديال رو بالنسبه للزمن، غنديرو غير بحال هكا، غندير رو ندير فوق منها مقيطه رو بوان، ياك هادي عارفينها، ياك هادي هي هادي. بحال اللي ملي كنقول لك انا ها انت دي دو اكس على دي دو تي، الاشتقاق ديال اكس بالنسبه للزمن، حنا كنجيو كنديروا له اكس بوان. دابا انت شنو عندك هنايا؟ عندك دي ديال غو سيغ دي تي، يعني الاشتقاق ديال رو بالنسبه للزمن. شنو كدير؟ كدير رو، كدير فوق منها نقيطه رو بوان، والا كان عندك الشقاق الثاني غدير فوق منها جوج نقيطات. هادشي اللي درت انا. دونك دي غو سيغ دي تي سميتها رو بوان، رو بوان اياش او غو بلس غو. هذا باش شنو هو الاشتقاق ديال او غو؟ كي غادي ندير دابا انا فين عندي المشكل؟ نتوما غتقولوا لي هذا كي غادي ندير نحسبه، هذا كي غادي ندير نحسبه. نسيت ما كتبتش واحد دي، عفوا نسيت واحد دي ما كتبتهاش هنا، دي ديال اورو. هذا كي غادي ندير نحسبه، دي ديال اورو سيغ دي تي. مزيان، باش نحسب هذا غادي نرجع لداك الشيء اللي كنا شفناه في اللايفات اللي داز. واخا غنحيد هاد الورقه ونذكركم داك الشيء اللي كنا شفناه. عقلتوا مني كنا خرجنا اورو، اورو عقلتوا عليها شنو خرجناها؟ خرجناها كتساوي، الى تفكرتوا خرجناها كتساوي كوسينيس في او اكس، ياك بلس سينوس في او ايغريك. هادي خرجناها في اللايفات اللي دازو، وخرجنا او الى تفكرتوا اورو او في، او في شنو خرجناها؟ خرجناها موان سينوس في او اكس بلس كوسينوس في او ايغريك. هادي في اللايفات اللي دازو خرجناهم. علاش نسجلت لك هادي؟ لحقاش غادي نحتاجها. شوف معايا مزيان شنو غادي ندير هنايا. دابا انا عندي المشكل شنو هو الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن، شنو هو الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن؟ شنو غادي ندير؟ غادي ندير شوف دي ديال اورو، هادي اورو غير ما بينش مزيان اورو، وغادي نقسمها على ديت في، ونضرب في الديت في ونقسمها على الديت تي. فهمتوني شنو درت؟ بحال داك الشكل،
بحالي غادي نقول ضربت في ثلاثة وقسمت على ثلاثة، شنو ما درت والو انا فاش ضربت هنا، ضربت الفوق في الديت في والتحت علاش قسمت على الديت في، ما درت والو صافي. زائد دي دو زد على دي دو تي، شنو هي الشقاق ديال زد؟ هو زد بوان، زد بوان او زد. شنو بقى لنا؟ بقى لنا الاشتقاق ديال او زد. اذا سولتكم انا المتجهه او زد هي واحد الفيكتور واش يعني كونستانت ولا فاريابل، انتم جاوبوني في الكومنتير. المتجهه او زد عند نسولكم على او اكس او اكس او ايغريك و او زد، او اكس او ايغريك او زد، هاد الثلاثه ديال المتجهات واش سو سون دي فيكتور كونستانت؟ شنو هي كونستانت؟ يعني ما كيغيروش الاحداثيات، لي كوردوني ديالهم كيبقاو فيكس، ولا لو سو سون دي فيكتور فاريابل؟ جاوبوني في الكومنتير. المتجهه او اكس، المتجهه او ايغريك، المتجهه او زد، واش سو سون دي فيكتور يعني فاريابل ولا سو سون دي فيكتور كونستانت؟ جاوبوني في الكومنتير باش نكملوا هذا الحساب هذا. جاوبوني الله يحفظكم كاملين، واش سون دي فيكتور كونستانت ولا دي فيكتور فاريابل؟ Très bien. Alors, ce sont des vecteurs constants. Mais très bien. Donc, ex, ey, ez, ce sont des vecteurs constants. Ou alors, il a dit un euro ou la efi. Euro ou la efi, ce sont des vecteurs variables. Euro, c'est un vecteur variable. Efi, vecteur variable. Mais bima en ez. هي واحد المتجهه ثابته، يعني مع مرور الزمن، مع مرور الحق شكون هو هذا اللي كيتشوف دائما في الشقاق. ملي كنكتب لك انا في الماط دي دو اف سور دي دو، مثلا شي لعبه هنايا هنا اكس مثلا، الوغ شكون هو الفاريابل؟ هو اكس، الشقاق ديال اف بالنسبه لاكس. صافي، حنا دابا عندنا بلاص اكس، عندك تي، دونك الفاريابل هنا هو الطي. هل المتجهه او زد تغير الاحداثيات ديالها مع مرور الزمن؟ المتجهه او زد لا تغير احداثياتها مع مرور الزمن، اذا سي اون فيكتور، يعني واحد الفيكتور كيديرها كونستانت. اذا بما ان فيكتور كونستانت، دونك الشقاق ديالها شحال غيكون؟ كيعطينا الفيكتور نول، غيعطيك المتجهه المنعدمه لانها فيكتور كونستانت. اذا هذا صافي مشى بلا ما نكتبوا، هذا الشيء طار صافي مشى، اذا بلا ما نكتبوا. علاش؟ لان الشقاق ديال او زد هو المتجهه المنعدمه. دونك شنو بقى؟ بقى غير هذا الشيء. شنو بقى لي دابا؟ بقات لي حاجه وحده، هذه خصني نحسبها. يلا وتبع معايا مزيان، تساوي رو بوان اورو بلس رو ديت في على ديت تي. شنو هي ديت في على ديت تي؟ هي في بوان، هي في ودير فوق منها نقيطه بوان، في بوان. شنو بقى لك؟ بقات لك حاجه وحده، شنو هو الاشتقاق ديال اورو ولكن ماشي بالنسبه للزمن، بالنسبه لفي. اجي معايا لهنا لهاد الوريقه، انا علاش كنقلب؟ كنقلب على الاشتقاق ديال اورو بالنسبه، شكون هو الفاريابل؟ الفاريابل هو في، ماشي الطي. دابا ما عندكش طي، عندك في. فين هي اورو؟ هذه هي اورو. غادي نديروا لها الشقاق، يلا نشقوا. تساوي اشنو هو الاشتقاق ديال كوسينيس في؟ انا كنعرف بان الاشتقاق ديال كوسينيس في، لحق شكون هو المتغير؟ المتغير هو في، في راه متغير، هو لحق جاي لتحت. الوغ الشقاق ديال كوسينيس في هو ناقص سينوس، ياك نتوما كتعرفوا الشقاق ديال كوس هو موان سينوس، موان سينوس في او اكس. هاد او اكس متجهه ثابته. زائد الشقاق سينوس في، شكون هو الشقاق سينوس في؟ هو الكوس، كوسينوس في او ايغريك. اذا شنو كتلاحظوا نتوما؟ كتلاحظوا بان الاشتقاق ديال الاورو بالنسبه للفي، الشقاق ديال الاورو بالنسبه للفي ماشي بالنسبه للطي، شنو عطات؟ عطات هذه وهذه، ماشي هي هذه، ماشي هي او في، هي او في. ادوغ شنو هو الاشتقاق ديال الاورو بالنسبه للفي؟ شنو كتعطيك؟ كتعطيك المتجهه
اوفي شتي ها عقل مزيان. الاشتقاق ديال اورو بالنسبه لفي هي اوفي. اذا انا شنو غادي ندير دابا؟ غادي نرجع للورقه ديالي، هالورقه ديالي، وهادي هاني عاد حسبتها. دابا حسبتها شنو عطاتني؟ عطاتني اوفي. اذا باش غادي نعوضها؟ غادي نعوضها باوفي زائد زد بوان زد، وهذه هي متجهة السرعة يعني الفيكتور فيتيس باستخدام ايش؟ لي كوردوني سيلندريك. الوغ في شنو كتساوي؟ رو بوان اورو بلس رو في بوان اوفي بلس زد بوان زد. بطبيعة الحال هادو هما الاحداثيات يعني ديالها. هادو شنو كيتسموا؟ هادو كيتسموا لي كوردوني، هادو اللي كندور عليهم بالخضر، كيتسموا لي كوردوني سيلندريك ديال من؟ ديال الفيكتور فيتيس. لي كوردوني سيلندريك ديال الفيكتور فيتيس. واش واضحه الفكره؟ غتبقى لنا فقط الفيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون غنشدو هاد الفي عاوتاني نشقوها. واش واضحه الفكره؟ الله يحفظكم. اذا كانت واضحه ومفهومه اكتب لي كومونتير، كان شي مشكل قولوا لي عاوتاني. الا لاحظتوا معايا مزيان، غير فقط كملاحظه غتقول لي وعلاش هنايا ما جيناش مثلا دي ديال اورو على دي تي بلا ما نحسبوا هادشي ونقولوا حقها هي اوفي، يعني الاشتقاق اورو هو اوفي، ولكن شكون هو الفاريابل هنا؟ تي. علاش انا ضربت هنا في الدي في وقسمت على الدي في؟ لحقاش الا رجعت هنا الاورو شكون هو الفاريابل هنا؟ شكون هو المتغير هنا؟ المتغير هنا هو في، راه عندك هنا في، ما عندكش طي، عندك في، يعني المتغير هو في. هادشي علاش ضربت قسمت على الديد في وضربت الفوق في الديد في. صافي يلا، الا كانت واضحه الفيكتور فيتيس انا نتسنى الجواب ديالكم. واش فهمتوا هذا البرهان اللي درناه؟ كيفاش تبرهنا بان في كتساوي هادشي؟ مشينا عادي كنشقوا، طبقنا القواعد ديال الشقاق وخرجنا في هذه النتيجة. يلا باش ندوزو للفيكتور اكسيليراسيون. عاوتاني الفيكتور اكسيليراسيون شنو غادي نو؟ غادي نشدو لا فيتيس ونديرو لها الشقاق ونحسبو عادي كيما لا. اوكي، عشان انا قلت لكم اللايفات اللي دازو غنحتاج بحال دابا هادشي اللي محضر معنا اول مرة، الا كان شي واحد هادشي راه حنا شفناه في اللايفات اللي دازو. يلا ندوزو الفيكتور اكسيليراسيون. يلا اذا بعد ما سالينا لا فيتيس مزيان، غندوزو الفيكتور اكسيليراسيون. غندوزو الفيكتور اكسيليراسيون باستخدام دائما لي كوردوني سيلندريك. الوغ شنو كان حنا كنعرفو؟ كنعرفو بلي الاكسيليراسيون هي الاشتقاق ديال السرعه بالنسبه للزمن، ياك؟ دونك هي دي سور دي تي. في حسبناها ولا ما حسبناش؟ عاد حسبناها. في فين هي؟ في هي ها هي في رو بوان اورو بلس رو في بوان او في بلس زد بوان. غادي نعوضها دابا غير بلاصه هاد في، بلاصه هاد في غادي نكتب النتيجه اللي تحصلت عليها. شنو هي النتيجه اللي تحصلت عليها؟ رو بوان اورو بلس رو في بوان او في بلس زد بوان زد. صافي نمشيو كنخدمو عادي. يلا نديرو الشقاق ا ايغال. دابا غادي نبدا بهذا، غادي نشق هذا هو الاول، ومن بعد نديرو الديريفي ديال هذا، ومن بعد نديرو الديريفي ديال هذا. نمشيو حاجه بحاجه. يلا هنا بحال اللي عندك الضرب، بحال ديك القضيه ديال الضرب، ياك؟ رو بوان اورو نديرو لها الشقاق. شنو كتجي؟ كتجي هي الاشتقاق ديال رو بوان هي الأولى، دونك دي درو بوان سور دي تي أورو، ياك؟ زائد عاوتاني شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير رو بوان فاش مضروبة الشقاق ديال أورو سور دي تي. متفقين؟ يعني طبقت بحال ديك القاعدة ديال اف جي، الشقاق درو بوان أورو زائد درو بوان في الاشتقاق. هاهي الشقاق درو بوان أورو زائد رو بوان في الاشتقاق ديال او زائد. دابا ساليت من الاولى غادي يمشي للثانيه، حتى هنا كتبان لك الضرب. شوف معايا مزيان، بحال داك الشكل اف جي دائما، هذه غادي نسميها الاولى وهذه الثانيه. صافي
دونك هي الشقاق الاولى في الثانيه، يعني الشقاق ديال من الشقاق هو هذا دي سور دي تي، الشقاق ديال من ديال رو في بوان اهي فاش مضروبه في اورو زائد عاوتاني هادي في الشقاق ديال هادي، يعني زائد رو في بوان فاش مضروبه في الاشتقاق ديال او في سور دي تي. صافي اتفقنا. زائد مازال ما ساليتش، بقات لي التاليه، بقات لي زد بوان او زد. اذا الشقاق ديال الاولى يعني الشقاق ديال زد بوان او زد زائد زد بوان في الشقاق ديال الثانيه. واضح هادشي اللي درت؟ راه مازال غادي نزيد نكمل الحساب. ايكال يلا الاشتقاق ديال غو بوان، الاشتقاق ديال رو بوان هو غو دو بوان، هو رو وندير فوق منها جوج نقيطات ياك، رو دو بوان اياش اورو زائد رو بوان الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن. غادي نديرو داك القضيه اللي درناها عاد قبيله، الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن شنو درنا؟ قسمنا على الديد في وضربنا في الديد في، هادشي اللي غندير نفس الخدمه. شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي ديال اورو سور ديد في، غنقسم على الديد في، وفاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في الديد في سور ديد تي. فهمتوني شنو درت؟ ضربت الفوق في الديد في والتحت قسمت على الديد في. مزيان. دابا فين راني وصلت؟ راني هنايا. دابا غادي ندوز لهنا، دابا وصلت لهنا زائد. عاوتاني شنو كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا هنا ضرب كاين، عاوتاني كاين ولا ما كايناش؟ رو الاشتقاق، دابا هذا شنو كيعني؟ الاشتقاق ديال من؟ ديال رو مضروبه في بوان، هذا ضرب، والاشتقاق ديال الضرب باينه. شوفوا معايا مزيان، غادي نفتح الاقواس هنايا وشوف معايا مزيان، وغادي نكتب او في، او في هي التاليه، ها هي او في، هاني كتبتها. دابا شنو عندك هنايا؟ الاشتقاق ديال من؟ ديال رو في بوان، طبق عليها القاعده ديال الضرب، هي الاشتقاق ديال من؟ الاشتقاق ديال رو سيغ دي تي فاش مضروبه في بوان زائد، عاوتاني شنو غندير؟ الاولى في الشقاق الثاني زائد رو في الشقاق ديال الثاني في الشقاق في بوان. متفقين؟ هاني ساليت من هادي، ندوز لهنا زائد رو في بوان. الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن نفس القضيه، الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن شنو غادي ندير؟ غادي نقسم على الديد في ونضرب في الديد في. دونك شنو غادي ترجع؟ غادي ترجع الدي ديال او في سور الديد في فاش مضروبه في الديد في سور الديد تي. مزيان، هاني ساليت من هادي زائد الاشتقاق ديال زيد بوان، الشقاق ديال زيد بوان هو زيد دو بوان او زد زائد زد بوان في الشقاق ديال او زد. حنا شنو قلنا على المتجهه؟ قلنا على المتجهه او زد كونستون. اذا الشقاق ديال هذا كيعطي الفيكتور نول، المتجهه المنعدمه. اذا المتجهه المنعدمه في زد بوان هي المتجهه، دونك هذا طار، هذا طار بلا ما نكتبه، دونك مشى. هادشي اللي بقى لنا دابا، يلا تساوي غو دو بوان اورو بلوس رو بوان ديت في على دي تي. شنو هي ديت في على دي تي؟ هي في بوان، هي في وفوق منها نقيطه بوان. شنو بقات لنا دابا؟ بقات لنا هادي، هادي اللي غندور عليها بالخضر. اشنو هو الاشتقاق ديال اورو بالنسبه لفي؟ حسبناها قبيله ولا ما حسبناش؟ ها هي الاشتقاق ديال اورو بالنسبه لفي هو او في. صافي، يعني دابا انا شنو غادي ندير؟ بلاص هادي اللي دورت عليها بالخضر غادي نكتب بلاصه او في. صافي، زائد افتح القوس. الاشتقاق ديال رو بالنسبه للزمن هو رو بوان، رو بوان مضروبه في بوان زائد غو مضروبه في الاشتقاق ديال في بوان. شنو هو الاشتقاق ديال في بوان؟ هو في ولكن فوق منها دو بوان او في. صافي، نديرو زائد رو في بوان، هاي رو في بوان. مزيان، شوفوا معايا مزيان، هنا في بوان شنو عندك هنايا؟ دي ديال في سور دي تي. شنو هي دي في سور دي تي؟ هي في بوان،
هذه كامله اللي غادي ندور عليها هي في بوان. ايوا هذه في بوان وهذه في بوان. في بوان مضروبه في بوان شنو كتعطيك؟ كتعطيك في بوان او كاري. في بوان او كاري شنو بقات لنا دابا؟ بقات لنا اشنو هو الاشتقاق ديال او في بالنسبه لفي. يلا نحسبوه هنايا، غادي نحسبوه هنايا دي ديال او في سور دي د في. حسبها غير هنا، هاو فين هي او في؟ هي ديال نشقو ناقص سينوس في. شنو هو الشقاق ديالها؟ ناقص غتبقى، الشقاق سينوس في، السينوس هو الكوس، كوسينوس في او اكس زائد كوس في. شنو هو الشقاق ديال الكوس؟ هو موان سينوس في او ايكغيك. شنو كتلاحظوا هنايا؟ عملوا بواحد الناقص، الى عملنا بالناقص شنو غادي ترجع؟ كوسينوس في او اكس بلوس سينوس في او ايكغيك. شكون هي هذه؟ ها هي، هي اورو. اذا شنو كتعطي النتيجه التاليه؟ موان او رو. اذا الاشتقاق ديال او في بالنسبه لفي هو موان اورو. اذا شنو غادي ندير انا؟ غادي نجي لهنا فين هي هذه دي ديال او في سور دي في. هذه كامله شنو كتعطيك؟ كتعطيك موان اورو. اذا هذه ما غتبقاش زائد، شنو غترجع؟ غترجع موان هذه، موان او رو. وشنو غتبقى التاليه؟ زائد زد دو بوان او زد. دابا شنو غادي غتستفهم؟ اللي فيهم اورو غادي تجمعهم بوحدهم، اللي فيهم او في تجمعهم بوحدهم، اللي فيهم او زد تجمعهم بوحدهم. اذا شنو غتولي لاكسيليراسيون؟ شنو كتساوي لاكسيليراسيون؟ نجمعوا اللي فيهم او في اورو، كاينه هادي كاينه هادي، بحال اللي غادي نعمل باورو. الى عملت باورو شنو غتبقى هنا؟ غتبقى رو دو بوان ياك. وهنا كاين الناقص، ها الناقص رو في بوان، في بوان او كا او كار. هادشي بين قوسين باش عملنا، عملنا باورو. ها هي او نمشيو اللي فيهم في، اللي فيهم او في كاينه هادي وكاينه هادي، كاينه يعني هذا وكاين هذا، غادي نعملو باو في. هي زائد اوفي، عملنا باوفي مزيان. شنو غتبقى هنا؟ بقات رو بوان في بوان زائد رو بوان في بوان. بحال اللي غادي نقول اسمي هذه اكس وهذه اكس، اكس زائد اكس هي جوج اكس، يعني رو بوان في بوان زائد رو بوان في بوان هي جوج رو بوان في بوان. وشنو بقاتنا؟ وبقاتنا واحد رو زائد هنايا واحد رو في دو بوان، رو في دو بوان. وبقات لي او زيد بوحدها، هي زائد زد دو بوان او زد. وهذه هي الفيكتور اكسيليراسيون اون اتيليزون لي كوردوني سيلندريك. واضحة الفكرة هذه؟ مفهوم هادشي اللي درناه ولا لا؟ يلا إلا كانت واضحة الفكرة قولوا لي أوكي. كان شي مشكل أنا معكم. واش فهمت هادشي اللي درنا؟ كيفاش توصلنا لهاد النتيجة ديال لاكسيليراسيون في لي كوردوني سيلندريك؟ واضح؟ لاحظتكم ردوا عليا باش نشوف شنو كاين. طلعوا شويه بقى. ما كيبانوش لي كومونتير مزيان، جاوبوني في كومونتير كاملين باش يطلعوا داك لي كومونتير الفوق. واش واضحه كيفاش تحصلنا على هذا الفيكتور اكسيليراسيون اون اتيليزون لي كوردوني سيلندريك؟ غير بالديريفي، خصك تكون عارف داك الاخر.
اوكي مزيان. اذا نسجل الخلاصه ديال هاد لي كوردوني سيلندريك. اذا لي كوردوني سيلندريك كنا في اون اوتيليزون لي كوردوني سيلندريك تحصلنا على ثلاثه. الفيكتور بوزيسيون في لي كوردوني سيلندريك قلنا شنو هي؟ قلنا هي رو رو بلس زد او زد، ياك. الفيكتور فيتاس شنو خرجت؟ خرجت رو بوان، ياك، رو بوان رو بلس رو في بوان او في بلس زد بوان او زد. هذه الفيكتور فيتاس. الفيكتور اكسيليراسيون شنو لقيناها؟ لقيناها هي دي اللي خرجنا هذا بالتالي، رو دو بوان موان رو في بوان كاري رو بلس جوج رو بوان في بوان بلس رو رو في دو بوان او في بلس زد دو بوان او زد. دونك هادو هما لي فيكتور ثلاثة اون اتيليزون لي كوردوني سيلاندريك. كاين واحد الحالة خاصة اللي كيتسموا لي كوردوني بولير. لي كوردوني بولير شنو هما لي كوردوني بولير؟ لي كوردوني بولير هما غير رو او في. يعني في لي كوردون فوقاش كنخدموا بلي كوردوني بولير؟ ملي كتكون عندك الزيت كتساوي زيرو، يعني مثلا عندك واحد الجسم، عندك واحد النقطه كتحرك غير في هذه الورقه. تخيل، تخيل هذا هو او اكس في الورقه، بحال دابا هذا او اكس وهذا او ايكغيك، نسميه حنا او اكس او ايكغيك، ونقولوا او زد هو هذا السيلو، هذا او زد هو هذا هو السيلو، ولكن ذاك النقطه كتحرك غير هنا. بما ان النقطه كتحرك غير هنا، دونك الزيت ديالها ديما كيساوي زيرو. الزيت ديالها ديما كيساوي زيرو، علاش؟ لانك كتحرك في المستوى او اكس ايكغيك. اي نقطه الا كانت كديبلاصا في لو بلون او اكس ايكغيك، يعني غير هنايا، فالزيت ديالها شحال غيكون؟ الزيت ديالها توجور ايكال ا زيرو. اذا ملي كيكون الزيت كيساوي زيرو كيتسموا لي كوردوني بولي. شكون هما لي كوردوني بولي؟ غو او في. دابا تخيل واحد النقطه كتحرك، عندك واحد النقطه ان عندها رو ديالها وعندها في ديالها، والزيت ديالها دائما يساوي صفر. الوغ شنو غادي تكون او ام في هذه الحاله؟ هذه سهله غير من هذه النتيجه هذه. دونك او ام شنو كتساوي؟ ها انت غير لهنا شنو غادي تكون كتساوي؟ غتساوي غو اورو، ولكن الزيت شحال؟ الزيت زيرو، يعني هذه مشات. شنو غتبقى؟ غتبقى غير غو اورو، صافي. هذا هما لي كوردوني بولير. شحال هي لا فيتيس؟ لا فيتيس شنو غادي تساوي؟ غتساوي رو بوان اورو، ها هي رو بوان اورو عادي، زائد رو في بوان او في، والزيد اصلا قلنا الزيد زيرو، الشقاق ديالو زيرو، يعني هذا غادي يطير، صافي طار، ما غاديش نكتبوه لان الزيد كتساوي زي زيرو. شحال غادي تكون الفيكتور اكسيليراسيون؟ ها هي بحال هذه، ها هي رو دو بوان موان رو في بوان كاري رو بلس جوج رو بوان في بوان سي اس ان بخير رو بلس جوج رو بوان في بوان بلس رو في دو بوان او في. زيد كتساوي زيرو، بما ان زيد كتساوي زيرو دونك تا زيد دو بوان كتساوي، هادي مشات، زيد دو بوان كتساوي زيرو. اذا هاد بلا ما نكتبوها. دونك هادو شنو كيتسموا؟ كيتسموا الفيكتور بوزيسيون فيتيس و اكسيليراسيون، ولكن فين؟ في لي كوردوني بولير. اذا في لي كوردوني بولير غير هاد الزيد كتعطيوها زيرو، بما ان الزيد كتعطيوها زيرو دونك هذا كيمشي وهذا كيمشي وحتى هذا كيمشي. اتفقنا؟ سيدي مزيان، واش واضحة الفكرة؟ شي شريف اخي يا محمد، الله يحفظك. هادشي انت ما تعرفلوش. شكرا تسافر دابا، بسم الله. جبت هاد الكتابات يعني. الله يا ربي، الله الصهدة، الله يرد العافية. ديالك ماما؟ هيخدم اخي، هيخدم.
صافي، واش واضح هذا الشيء؟ الله يحفظكم، اذا كان هذا الشيء مفهوم وداك الشيء ردوا عليا في ميساج دابا. صافي صافي سالينا، غير إذا كان واضح هذا الشيء شقونا لنا غير التمارين إن شاء الله. الله الله فيكم، لي كومونتير ما كيبانيش، ما داير داك السيفور غير باش نشوف لي كومونتير واش فهمتوا، ردوا كامل باش كيطلع الكومونتير نشوف واش يعني واش فهمتوا ولا لا. واضح مزيان. اوكي خير الله. ايوا صافي، هكا كنكونو ختمنا هادشي ديال هاد النهار. مازال ان شاء الله نخدمو التمارين. دابا نعطيكم الا بغيتو تخدمو نتقاتلو معاهم داك اللي عندكم في لي تي دي، ولا بغيت نزيدكم شي حاجة اخرى نزيدكم. شكرا لكم المهم على المتابعة، نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم مزيان. المهم راجعوه باش نخدمو التمارين ونتلاقاو في اللايف جاي ان شاء الله. المهم تهلاو لي في راسكم بزاف بزاف، شهادة صدعنا. بالسلامة، يلا نتلاقاو في اللايف الجاي، تهلاو لي في راسكم، الله يعاونكم.